السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف كل جديد في سيتيز سكايلاينز. دي لعبة جميلة جدا، مفيدة إن أنت تفهم نظريات إنشاء المدن. مثلا عايز تبني على جزيرة، عايز تبني على بلاك وود، ودي المصادر الطبيعية اللي عندك. هو بيديك مدينة وبعد كده تبدأ تشتري بقى مدن جنبيها، تقدر تتبادل التجارة مع المدن اللي جنبيك وهكذا. وديك أرض فاضية، أنت بقى تبدأ تعمر الصحراء. فإيه الحاجات اللي أنت محتاجها في الأول خالص؟ أكيد مثلا هتعمل طريق، تمام، وهتعمل كهرباء ومية وصرف، ولازم يكون عندك مباني سكنية ومباني خدمية ومصانع ناس تروح تشتغل فيها. وبكتب لك حتى دي كشري. طيب فين المنطقة بتاعتي اللي حواليها الحدود ديت؟ تمام. طيب أنا بدأت تحت إن أنا أعمل إيه، أبدأ أرسم الطريق. الدنيا بتمطر أهيت، تمام، فأنت ممكن بقى تبدأ تعمل الطريق، وهتلاقي بعد كده تبدأ تظهر لك أدوات هتساعدك في رسم الطرق. تمام، ممكن بقى ترسم الطريق مثلا بالشكل دوت، ممكن ترسم على شكل قوس مثلا. دوت تقدر تبني المباني تحت كده، تقدر تعمل طريق مثلا من هنا لهنا بالشكل دوت، وتعمل واحد تاني مثلا من هنا لهنا. تمام، وتبدأ بقى تعمل تبني. بص، العربيات ماشية جنبك، مفيش حد فيهم بيدخل. يدخل امتى بقى؟ لما تبدأ تبني. أقول له مثلا ده، دي كلها مباني، أو ممكن تبدأ ترسم كده. تمام، وعايزين بقى نحط شوية حاجات خدمية أهم، وعايزين مثلا نحط المصانع نخليها بعيدة قدر الإمكان. طيب لازم بقى نبدأ نشوف الموضوع الكهرباء. أقول مثلا عايز أعمل طاقة الريح. الحاجة السودة دي معناها إن دي الطاقة بتاعتها كويسة، يعني الريح فيها جامدة، من غير ما نوصل بدي هي كده كده إيه توصلها. عايزين المية بقى بسرعة، ووتر تاور ممكن مثلا نحطه هنا. طيب الكهرباء بقى عايزين نوصلها للمحطة ديت. هي وصلة في الحدود اللي هتوصل لها. تمام. طيب هنا عايزين نحط بقى درينج. الدرينج للأسف لازم نعمل له تنقية، بس نبعته للمية على طول اهوت. مينفعش المايه والصرف يبقوا في نفس الاتجاه.
طيب هل ده بوصل الكهرباء؟ طبعا كل ما بتعمل خدمات كل ما الناس بتبدأ تيجي لك، هتلاقي الناس بدأت تيجي، وكل مستوى بتبدأ الحاجات اللي هي مش ظاهرة دي تبدأ تظهر معاك وتتفاعل معاك وتقدر تشتغل بيها. يعني هتلاقي الطرق بدأ يظهر فيها حاجات أكتر وتقدر تسرع الزمن من هنا. دي ايديت ده ووتر درينج بايب اهوت، ابدا اوصل. تبدأ تعمل شبكة القنوات بتاعتك، وكل ما تتطور في المدينة تبدأ بقى تطبق كل النظريات اللي انت عارفها في الصناعة بتاعتك.